A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-Siddiq, Salman, Qasim, Ja'far, Taifur, Abu Hassan, Abu Ali, Yusuf, Abu Abbas, Abdul Khalik, Arif, Mahmud, Ali, Muhammad, Baba, Samasi, Sayyid Amir, Khulal, Khwaja, Muhammad, Bauddin, Shanak, Shaband, Alauddin, Yaqub, Ubaidullah, Muhammad, Al-Zaid, Darwish, Muhammad, Khwaja, Al-Kamanaki, Muhammad, Al-Baki, Ahmed, Faruqi, Muhammad, Ma'asum, Saifuddin, Nur, Muhammad, Habibullah, Abdullah, Khalid, Ismail, Khas, Muhammad, Muhammad, Ifindi, Al-Yaraghi, Shaykh Jamaluddin, Al-Ghumuki, Al-Husayni, Abu Ahmed, Al-Sughuri, Abu Muhammad, Al-Madani, Sayyid Sharafuddin, Al-Daghistani, Mawlana, Abdullah, Al-Faiz, Al-Daghistani, Mawlana, Shaykh Muhammad, Nadim, Al-Haqqani, Al-Kubrus, Al-Naqshband, Mawlana, Shaykh Muhammad, Ali, Al-Rabbani, Al-Fatiha, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت الاعتكاف نويت الخلوة نويت العزلة نويت الرياضة نويت السلوك نويت الصيام لله تعالى في هذا الجامع نية أداء ختم ابتغاء رضوان الله تعالى شهادة 3 times أستغفر الله 25 times أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف المعرفة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجاءنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رابطة الشريفة We ask Allah subhanahu wa ta'ala to place love in our hearts for him, love in our hearts for Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and Allah love in our hearts for those who love Allah and love Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatihatu Sharifa 5 times. As-salawatu sharifa 10 times. ألم نشرح لك الشريفة 5 times
Al-Ikhlas al-Sharifa 7 times. الفاتحة الشريفة once. الصلوات الشريفة 7 times. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل الكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخوان الأنبياء والمرسلين وخدماء شراعيهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة إلى سيدنا عبد الخالق الخجدواني وأهل الختم الحواجكان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستمرا فإلى البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمل موارد سائخة هنية منقطعا من الشكر الجميل للمطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الخرر الكريمة والجبال وأستم من الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموانا وأستنجد به هداية للسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية فيه خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناذما من النسب الشريف عقدا تحل المساء بيعُ بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوتي القوية فإنه لا حول ولا
قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الكريم في أرث شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى. ولما تم من حمله على الراجح 19 قمرية وآل للزمان أن ينجني عن صدى، حضر أمه ليلة مولده يا آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وحضر المحاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتنعنى صدى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد طويا وجه السرور، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور، يا حبيبي يا محمد يا أروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا
مرحبا يا خير داري سلام يا سلام عليك السلام الله يا رسول الله على المدينة منورة سلام يا سلام عليكم سلام الله يا رسول الله على المدينة منورة جبريل عليه السلام جبريل يا رسول الله مكة وبيت الله على المدينة منورة جبريل عليه السلام جبريل يا رسول الله مكة وبيت الله على المدينة منورة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أم عظيم وكل أمر همنا يا ونبي اسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنا عزيز ما قد نزل من فضله الخاتم الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا منبي اسمك يا عظيم حي قديم قديم وجيد الله باقي غني غني مجيد الله عادل إله إله واحد بار رؤوف رؤوف بالعبيد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أم عظيم وكل أمر همنا يا منبي اسمك يا عظيم وللنبي صلي يا سلام منا الصلاة ثم مع سلام يوم الجزاء نحن السلام مما نخاف يا مجيد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا عظيم وكل أمر همنا يا نبي اسمك يا عظيم والآل والصحابة
بالعسود سعدوا به بيد وسود لا سيما ماء الأسود صارف الإله ابن الوليد الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر أمنا يا أنوب اسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر أمنا يا أنوب اسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طاب لي خالع عذاري في هوى البدر تمام طاب لي خالع عذاري في هوى البدر تمام بافتقاري وانكساري أرتجين إلى المرام بافتقاري وانكساري أرتجين إلى المرام خمرة الأحباب تجلى هي حل للحرام خمرة الأحباب تجلى هي حل للحرام من دموع العين تملى صانها البر سلام من دموع العين تملى صانها البر سلام طاب لي خالع عذاري في هوى البدر تمام بافتقاري وانكساري أرتجين إلى المرام يا يعظولي لا تلومني ما على العاشق ملام يا يعظولي لا تلومني ما على العاشق ملام ودنو مني وروي عني أنا في
العشق إلى مدنه مني وروي عني عني أنا في العشق إمام طاب لي طالع عذاري في هوى البدر التمام بافتقاري وانكساري أرتجين إلى المرام بافتقاري وانكساري أرتجين إلى المرام الله 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقالوا سلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمد ناه وسيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمد ناه وسيدنا فالعز
رسولنا لإجابته الله 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه مرار الليالي وطول الدوام الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين النبيين بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين سلطان الإنس والجن سيدنا المهدي عليه السلام أظهره الله أجابنا الله عجله الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أكرمه الله أجابنا الله أنصره الله أجابنا الله بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين فاعف عنا، يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتاح القلوب. اللهم اسعد سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانتين. آمين آمين آمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر عم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر عم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر عم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.